مرحبا بكم الاخوه الاعزاء من جديد على قناتكم قناه الو كمال. اليوم ان شاء الله جبت لكم هاتف اللي السعر ديالو الصراحه مغري جدا وبمواصفات اكثر من رائعه. هادشي اللي كاتبين في المواصفات صراحه بهذا السعر هذا اللي ما كيتجاوز السعر ديالو 1000 درهم مغربي ولا تقريبا 109 دولار اي ما يعادل 110 دولار تقريبا اللي هي 1100 درهم مغربي. المهم بالنسبه هذا السعر في المغرب بالنسبه للاخوان في الجزائر فهو السعر ديالو 12000 دينار جزائري، الاخوان في العراق 118 دينار عراقي، بالنسبه للسعوديه والامارات 370 ريال، والسعر بالنسبه للاخوان في مصر فهو 1620 جنيه مصري. اذا الاخوان على بركه الله نقوموا بفتح علبه الهاتف نشوفوا المحتويات ديالها ومن بعد ان شاء الله نشوفوا واش بصح هذا الهاتف هذا يستحق هذا السعر هذا، واش يستحق شراء ولا لا. تقديته من موقع علي اكسبريس 109 دولار فاصلة 9، ما كاين لا جمارك لا والو. بالنسبه للشحن فهو مجانا. اذا على بركه الله الاخوان غنخلي لكم ان شاء الله رابط الشراء اللي حاب يشري هذا الهاتف هذا اللي هو دو جي ان 20 وجايب اسم اخر اللي هو ايكريك 9 بليس ايضا 2G. كنا شفنا هواتف هاد لامارك هادي. اذا على بركه الله نقوموا بفتح العلبه كنوجدوا الهاتف كما كنشوفوا لون ازرق. طبعا غنتركوا الهاتف جانبا ونشوفوا باقي محتويات الصندوق. فكنوجدوا هاد الجراب من السيليكون جميل انه ما حار منه حتى شي حاجه. ايضا سكرينا ديال الهاتف سكرين بروتيكتور، وهذا المانيال هذا اللي هو دليل مستخدم ولا دليل التشغيل السريع، وهاد لاكارت هادي ديال 2G ديال غارانتي. وعندنا الشاحن كما كيدعم الشحن السريع 5 فولت 200 ام ا ملي امبير. عندنا هنا الشاحن وعندنا هاد الابره ولا دبوس ابره لاستخراج بطائق الاتصال. هادو الاخوان كما شفتوا هما محتويات الصندوق. نشغلوا الهاتف ديالنا، نزعوا لي هذا اللاصق هذا وايضا اللاصق اللي بالظهر ونجربوها. فهذا هو الدور ديال القناه تجربه المنتوجات الصينيه. الاخوان بعد ما قمنا بتشغيل الهاتف ديالنا اجيو نتعرفوا على الهاتف ديالنا عن قرب. بالنسبه للهاتف ديالنا 2G ان 20 اللي السعر ديالو في علي اكسبريس 109 دولار فشريته انا، يقدر يكون نقص. المهم غنخليكم رابط الشراء هذا بالنسبه للسعر ديالو في علي اكسبريس. بالنسبه للمواصفات الاخوان فالهاتف كيجينا كما كتشوفوا بالكامل من البلاستيك ماده البوليكربونات. الهاتف كيتوسخ وكيتعرق وكيتبصب بسرعه. مهم لا بد ما تركب ليه الظهر الحامي باش تجنب التعرق والتبصر. الوسائل الحمايه الهاتف كيدعم جوج ديال الوسائل الحمايه لوسائل الامان، كيدعم البصمه ديال الاصبع كما كتشوفوا، وايضا فتح الهاتف عن طريق التعرف عن الوجه. ثلاثه الكاميرات، الكاميرا الرئيسيه 16 ميجا بيكسل فتحت عدسه 2.0، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بيكسل كتصور الالترا وايد، والكاميرا الثالثه 8 ميجا بيكسل اللي كتساعد على العزل. غنقوم ان شاء الله باخذ صور بالهاتف ان شاء الله امام الكاميرا باش تشوفوا جوده الصور. هاد الهواتف الاخوان كنحاول ندوزهم في القناه باش الاخوان كيطلبوا هواتف للقيمه الماليه ديالهم 100 دولار وما فوق. كما كنشوفوا بالنسبه للواجهه الاماميه الهاتف جايه به هنا كاميرا 16 ميجا بيكسل، سماعه الاذن وسماعه المكالمات، وعندنا الشاشه 6.3 فول اتش دي بليس اي بي اس ال سي دي كتحتل من جسم الهاتف 84% 400 بيكسل لكل انش
صراحة الجودة ديالها لا بأس بها، لما قلت جيدة فهي فول اتش دي بليس، على غرار بعض الهواتف كنلقاو فيهم اير اتش دي بليس فقط. كتجربة للكاميرا كما كنشوفو صراحة الكاميرا رائعة جدا، كما كنشوفو الفيديو هنايا كيصور ب 1080 30 اطار في الثانية، الفوتو بيوتي فيزاج، هنا العزل كما كنشوفو، بعض الصور خديتهم بالهاتف باش نعرضهم امام الكاميرا كما كتشوفو، هذه بالكاميرا الامامية. ايضا كيدعم العزل بالنسبة للكاميرا الامامية. هادو عينة ديال بعض الصور خديتهم بكاميرا الهاتف دوجي ان 20. بالنسبة للعدد الاخوان اللي جينا به الهاتف، ربعة رام 64، معالج ميديا تيك هيليو بي 23، 8 الانوية، 4 ديال الانوية بكورتكس A53 و 4 الاخرين بكورتكس A55. بالنسبة كيدعم شريحتي اتصال مع باش وتحيد الكارت ميموري، ما تركبش الكارت ميموري ولا تركب كارت ميموري وتستغنى على كارت سيم، شريحة اتصال مع كارت ميموري كتوصل تل 256 جيجا. بالنسبة للبطارية، البطارية اللي جينا بها الهاتف فهي 4350، كتدعم الشحن السريع، لكن للأسف ما جيناش مدخل شحن تايب سي، ما بيش ايضا ميكروفون لعزل الضوضاء، هنا ميكروفون هنا سماعة ولا مكبر الصوت. طبعا ازرار رفع الصوت كيف قلت لكم، هادو بالنسبة هذا درج بطائق الاتصال اللي لا بغا تستغناش على كارت ميموري، يمكن لك تركب شريحتي اتصال من نوع نانو سيم ولا تركب كارت ميموري مع شريحة اتصال. الهاتف تقريبا صراحة مع هذا السعر هذا كيبقى مبدئيا صراحة هاتف رائع بهذا السعر هذا. شركة دوجي قدرت تعطيك هاد الخلطة هادي بألف درهم مغربي للباحثين على هواتف الفئة الاقتصادية، فهذا كيبقى ضمن الخيارات صراحة الناس اللي ميزانية ديالها محدودة. كنتكلم عن الناس ديال 1000 درهم، اخوة في مصر ايضا ل 1620 جنيه مصري، سعودية 370 ريال سعودي، والاخوان ديالنا في الجزائر 12000 دينار جزائري، بالنسبة للإخوان في العراق 118 دينار. هذا سعر تقريبي الإخوان لثمن الهاتف ولا بالعملة ديالكم الإخوان اللي ذكرت لهم الأسامي ديالهم. كما كنشوفوا فبالنسبة للديزاين هنا ديال دوجي فهو لدولة إسبانيا، لكن التجميع ديالو كيتم في دولة الصين الشعبية. هذا هو الهاتف ديالنا الإخوان، فإن شاء الله غنخلي لكم تجربة ديال الهاتف في بعض الألعاب ثقيلة. إلى ذلك الحين الإخوان إن شاء الله كنضرب لكم موعد مراجعة جاية إن شاء الله. ما تنسوناش اللي ما مشاركش معنا في القناة اشترك وخليونا تعليقات ديالكم حول هذا الهاتف هذا، واش بغيتونا نبقاو نجيب لكم هواتف بهذا السعر هذا وبحال الهاتف هذا، خليونا لي كومونتير ديالكم. اللي ما مشاركش الإخوان فمرحبا بك ضمن العائلة ديالنا، ضمن عائلة ألو كمال. يلا الإخوان السلام عليكم.